كان سابقا موضوع جهاز تخطيط القلب او حق النبض اللي عندنا في المستشفيات، مركز عادي ثم فجأة ينزل او ينخفض بالعكس، اللي تحس فيه فروق تحس انك مرة زين فجأة يجي تحس انك ما عندك سالفة فجأة، بالعكس تحس انك مرة عادي ومرة ثم يجي الحصان يوضح لك انك بالفعل زين واحسن ما تتصور. ينطبق على الخيل نفسه، الحصان مرات يحس ان الراكب متحكم فيه ثم فجأة يسوي شيء معين يعرف ما عندك سالفة يحوسك، بالعكس الحصان يكون يحوسك او يحاول يحوسك ثم يتفاجئ من مدى تحكمك في وضع معين ثم تماما خلاص يعطيك مدري تماما. ففي حالات معينه توضح للحصان مدى قدرتك على التحكم فيه فخلاص يغسل يده، والعكس صحيح في حالات معينه توضح للحصان مدى عدم قدرتك على التحكم فيه فيبدا يصر على ما يريد. هذا ينطبق عليه موضوع اكتشاف الحصان لاشياء جديده، فرض الحصان مثلا ما كان يخاف ابدا في بول كامل ثم فجاه صار مره خواف، خلاص بدا يعرف انه تنطلق تقمص تشنع تروغ، اذا خفت او جفلت فشلت، تحاول وتصر على الشيء ذا فشلت، فمع الوقت ما عاد لك الا تخاف زياده قبل واثناء وبعد الشيء المخيف بدل ما تحاول تهرب. فبدل ما اذا جفلت احاول اسوي شيء ثم هذا طالما اني فاشل بالشيء هذا اذا اخاف قبل واثناء وبعد الشيء قلق ايجابي وحدث محلي اني كذا ولا كذا بيتحكم فيني الراكب، فعلى الاقل طالما انه متحكم فيني على الاقل اخاف محلي، فيفرغ شحنته نفسيا بدل ما يفرغها جسديا. فإذا عرف قدرته على الشيء هذا أو عرف أن هذا الحل الوحيد يدخل بقى موضوع تحت تخطيط القلب، يتضح له معلومات يقول أني من الأصل خايف بدل ما أحاول أسوي شيء أحسن، يبدأ يقلق نفسيا قلق إيجابي بحدود التحكم بدل ما يحاول يحوسك جسديا أو جسميا. الخيل تطور في الأرض، هذا الخيل بشكل سرعة جدا، لكن أغلب الخيل إذا جبتها صعب جدا تغيرها، ما كان يخاف أبدا حاجة أغلب الأشياء ثم صار مرة ذروق خواف. والعكس صحيح، تركب حصان مره خواف اذا ركبته صح صار ما عاد يخاف، في توازن من الحصان اللي مو بخايف حقك يتحكم فيه زاد خوفه لكن تتحكم فيه، اللي خايف مو بوثق فيك يتحكم فيه وثق فيك راح خوفه بس برضه بدون التحكم بحقك.